الحقيقة يعني مصر بتعمل على زيادة الطاقة المتجددة في الجزء اللي هو مزيج الطاقة، واحنا الحقيقة اشتغلنا على ان احنا هنزود نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في مصر الى 42% باي 2030، وده بيعكس يعني أهمية الطاقة المتجددة وأهمية إدراك مصر على أهمية الطاقة المتجددة كمزيج طاقة نظيفة، وفي نفس الوقت على استغلال طاقة الغاز لوجود قيمة مضافة، ونحن بنشتغل طبعا على كفاءة الطاقة عشان تقليل استهلاك الطاقة من المنبع عشان نقدر نحن نحافظ كده على المستقبل. ليس فقط فيما يتعلق بالمصادر المتجددة، لكن لدينا خطط لزيادة الانتاج المحلي سواء للنفط أو حتى للغاز. يمكن في خطة لزيادة عدد أو حفر عدد جديد من الأبار، لو أعرف من حضرتك التفاصيل، متى ستبدأ، الأماكن اللي ممكن نركز عليها معالي الوزير؟ لا، يعني مصر يعني تمتلك ثروات من سواء من الغاز والبترول، واحنا الحقيقه يعني بالتعاون مع شركاء القطاع في مصر ومن اكبر شركات العالميه وشركات الشركات المصريه على ازاي ان احنا نقدر نحن نعمل اجراءات تحفيزيه لزياده الانتاج، واطلقنا عده مزايدات في البحر المتوسط وفي البر في جميع انحاء الجمهوريه، واشتغلنا الحقيقه كمان على ازاي ان احنا نخلق بيئه جاذبه للاستثمار، وان احنا نقدر نشتغل على ازاي ان احنا نقدر نوفر البترول والغاز سواء لمصر، بس كمان ان احنا نقدر نوفر البنيه التحتيه المصريه سواء لتصدير الغاز او لصناعه البتروكيماويات او للسوق المحلي لشركائنا في المنطقه، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستغل مصر كمركز اقليمي لتداول والانتاج الطاقه. حضرتك اشرت الى مركز اقليمي لتداول الطاقه، هناك حديث حاليا مع قبرص مع اليونان، فكره ممر الطاقه بيحتاج بنيه تحتيه، كيف تمضي مشاريع البنيه التحتيه بين الدول؟ وكذلك ما المستهدف خلال الفتره المقبله؟ هل تم الحديث على كميات هيتم نقلها؟ لاي اسواق ستستفيد من هذه الكميات ايضا؟ والله انا سعيد جدا بالتعاون القائم الحقيقه مع زملائنا في قبرص وزملائنا في اليونان، بحيث ان احنا بنشتغل مع بعض على ازاي ان احنا نقدر نستفيد بالبنيه التحتيه اللي هي موجوده في مصر للتصدير الغاز، بحيث ان احنا نقدر كده ان احنا نوفر البنيه التحتيه لتصدير الغاز سواء لاوروبا او لمناطق اخرى، وفي نفس الوقت ان احنا نقدر نستغل برضو التعاون بين الدولي اللي موجود عشان نقدر برضو يكون في ممر برضو لتصدير الغاز من مصر إلى أوروبا لتوفير الطاقات المطلوبة في أوروبا وفي المنطقة بالعالم. لتلبية الطلب المحلي، هل في اللجوء إلى طلب شحنات خلال الفترة المقبلة؟ مصر ممكن تحتاج قد إيه لتغطية الطلب مع موسم الشتاء؟ احنا مصر الحقيقه بنشتغل على مزيج من الطاقه، وعشان كده احنا دايما بنشتغل على زياده اللي هو الطاقه المتجدده كما ذكرت، وفي نفس الوقت بنشتغل على ازاي زياده اللي هو الانتاج المحلي سواء من الزيت او من الغاز، وفي نفس الوقت برضو بنشتغل على جذب برضو شحنات برضو من الغاز سواء لاحتياج السوق المحلي او كمان للاستغلال الطاقه لصناعه البتروكيماويات لتوفير منتجات نهائية للسوق المحلي وللتصدير للخارج، فبالتالي ان شحنات الغاز ممكن بيكون ليها عدة احتياجات وعدة اهداف ممكن بنستخدمها سواء للاستهلاك اللي هو المحلي او الاستغلال اللي هو قيمة البتروكيماويات وللتصدير للخارج قيمة مضافة ليها. شكرا. حديث مع روسيا حاليا لطلب شحنات مع الوزير؟ شكرا جزيلا. بس اخير الطلب، يعني في تعاون، انا الحقيقه كنا متشاركين مع البريكس ودايما احنا يعني في تعاون يعني قائم يعني مع جميع الدول في تعاون في مجال الطاقه.